لبست هدوم الشغل وجهزت نفسي ونزلت الشارع عشان الملي اي جنيه جنيهين، بس انا نويت اكبر العمل واسرق موبايله. ايه رصيد يا ابني؟ اكلم عيال عشان اعرف اروح الموقف. بالله عليك ربنا يصلح حالك يا ابني. ايه رصيد يا ابني؟ ربنا ما يوريك حاجه وحشه في عيالك. اطلع بس قدام عشان الشبكه هنا وحشه يا ابني. ماشي. وفورا اخدت منه الموبايل على اساس ان انا اروح اكلم عيالي عشان انا مش هعرف اروح الموقف لوحدي، بس هو بدا يحس بقلق وتوتر لان انا بدات امشي مسافه طويله وهو بدا يجري ورايا وانا شفت. قمت انا على طول قررت ان انا اتصرف وقمت واخد بعضي وجاري، وكان واحد معاه موبايل اخدته منه وطلعت اجري على طول. اخدت الموبايل من هنا وعلى طول رحت الفيلا بتاعتي بسرعه عشان استخبى فيها قبل ما هم يمسكوني، ومفيش لحظات ولقيتهم جايين جري قدام الفيلا بتاعتي وكانوا بيدوروا عليا وبيشوفوني انا رحت منين، وهم عمرهم ما يجوا في بالهم ان انا دخلت الفيلا ديت لان انا كان شكله متبهدل جامد. وفورا غيرت هدومي وخرجت من الفيلا. لايك وفولو وانتصروا الجزء الثاني عشان تعرفوا اعملوا ايه معايا.